ما حكم ترويع المسلمين؟ يحرم ترويع المسلمين وإخافتهم بغير حق، والله تعالى أعلم وأحكم. ما حكم قطع الطريق؟ يحرم قطع الطريق سواء حصل قتل وأخذ مال أو لا، ويحد قاطع الطريق بحسب جنايته، والله تعالى أعلم وأحكم. تكلم عن الوفاء بالنذر. يحرم ترك الوفاء بالنذر، ولكن إن كان النذر في معصية أو في غير قربة فإنه لا يصح ولا يجب الوفاء به، والله أعلم وأحكم. تكلم عن الوصال في الصوم. يحرم الوصال في الصوم، وهو أن يصوم يومين فأكثر من غير أن يتناول شيئا من الطعام أو الشراب في الليل عمدا. تكلم عن آخذ مجلس غيره. يحرم أخذ مجلس المسلم، وكذلك يحرم أخذ نوبته، وذلك كأن يكون مدرس في مجلس تدريس فيقوم ليقضي حاجة فيأتي من يحتل مكانه بدون سبب شرعي، والله تعالى أعلم وأحكم.